بقول لك انتوا فتحتوا عشان تاخدوا المصاريف وبعد كده تقفلوا. ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي. طبعا ده كان بداية البث المباشر اللي اتكلم فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واتكلم فيه عن تأجيل الدراسة، حديث الكبير عن تأجيل الدراسة اللي هنشوفه مع بعض، هنكمل الفيديو مع بعض دلوقتي. وكمان اتكلم فيه على المصروفات الدراسية، عدد أيام الحضور ونظام الامتحان في ظل موجة كورونا الرابعة. هنسمع الفيديو وهنتكلم بعد الفيديو لحظة بسيطة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا عمرو، اهلا بيك استاذ المشاهدين، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. عام دراسي جديد. والله احنا لسه بنخلص اللي قبله، بس يعني ان شاء الله نبقى قادرين نعمل اتنين، يعني بتلحمت المواسم دلوقتي نظرا لموضوع كورونا. يعني وزاره التربيه والتعليم دلوقتي بتشتغل السنه كلها، مفيش اجازه زي زمان. هي بتشتغل صبح وبالليل، يعني في ورديات بالليل، يعني مسايب زمايلي اللي بيحضروا نتيجة الدور الثاني شغالين طول الليل النهاردة، اللي بيعملوا المناهج شغالين طول الليل، اللي بيطبعوا كتب، في جهد كبير جدا جدا نظرا لهذا العدد اللي حضرتك قلته من الطلاب، بنحاول نقدم لهم كل ما نستطيع. دكتور طارق، من دايما الأسئلة والتحديات اللي بتواجه وزارة التربية والتعليم الكلام عن كثافة الطلبة في الفصول، السنة دي هل هيكون في حلول جديدة؟ احنا بنبني كل سنة حوالي 15,000 فصل، ده من غير ما نقول حاجة، حضرتك تأكد ان احنا بنبني هذا العدد كل سنة، وبنضيف كمان فصول ذكية، وبنعمل حلول كتيرة جدا. يظل عدد الطلاب اكتر من الاماكن المتاحة، لانه لو عاوزين ننهي موضوع الكثافة احنا محتاجين فوق 100 مليار، وعشان كده الزيادة كل سنة بيتضاف للمنظومة حوالي 700,000 طفل على العدد اللي قبله. احنا في 3 سنين يعني في ناس بتخش وناس بتخرج، بس اللي داخل اكتر، فالعدد بيزيد. متوسط عدد الطلبة في الفصل هيبقى قد ايه السنة دي؟ لا وحضرتك لو حسبته كمتوسط هتلاقيه مش وحش، انه هتلاقيه 35، ده مش حلو قوي بس مش وحش قوي. انما المشكله في التوزيع بقى مش نظامي، يعني في اماكن محافظات بعينها فيها العدد ده بيزيد قوي في الفصول بشكل لا يمكن قبوله، وفي محافظات احسن كتير، يعني محافظات الصعيد احسن من الدلتا مثلا. طب هو كويس، اهو مره الصعيد يبقى احسن من الدلتا، ده شيء جيد يعني. وفي المستوى على فكرة الأوائل والمسابقات هتلاقي الطلبة في الجنوب أكثر التزاما بكتير. دكتور طارق، في مدارس دخلت قبل مدارس الحكومة، أنا بقول لحضرتك حاجة، أنا عارف طبعا دي المسألة ديت ليها اعتبارات كثيرة، ومش وزارة التربية والتعليم هي اللي بتبت فيها بس ولا إنما أكيد ابتديت تسمع إنه في مدارس ابتدت تمهد انها هتقفل عشان الكورونا، رأي حضرتك في ده ايه؟ لا، مفيش مدارس عندها هذه الصلاحية اطلاقا، الصلاحية دي عند الدولة فقط وليست عند المدرسة. من حيث كورونا في اجراءات زي اللي عملناها السنة اللي فاتت، هننشر النسخة المعدلة منها بعد ما نخلص التشاور مع وزارة الصحة، انما عشان السؤال ده بيتكرر كتير، الدولة مهتمة جدا إن العام الدراسي يكون عام نظامي، في حضور في جميع الأيام، وفي حضور وغياب، وفي امتحانات داخل الفصل بكل الوسائل الممكنة. وعشان كده بنطعم السادة المعلمين، وإن شاء الله لو المتوفر من اللقاح يكفي هنبتدي نطعم الطلاب من الأكبر سنا وننزل برغم الأعداد الكبيرة. كل ده علشان صعب نتحمل يعني فجوة تعليمية أكبر من اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا. مدارس كتيرة ابتدت تقول إنه الطلبة جايين لها من الأجازة كانوا مخالطين لناس عندهم كورونا، عندنا حالات كورونا في مدارس كثيرة من اللي دخلت، وأغلبها هي مدارس خاصة أو مدارس انترناشنال، ابتدوا يبعتوا لأولياء الأمور أنه ابتدينا نشوف حالات، ويبدو كده أن احنا هنضطر نقفل الفصل النهاردة. وخليني لا أخفيك سرا، أولياء الأمور بيقولوا إيه؟ أولياء الأمور بيقولك أنتوا فتحتوا عشان تاخدوا المصاريف وبعد كده تقفلوا، ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي. عشان كده تكرار القصة دي، الدولة اللي هتاخد قرار مش المدرسة، المدرسة اللي هتقفل بنفسها تعاقب.
عشان نحسم القضيه. اللي هياخد القرار مش صاحب المدرسه، الوزاره هي اللي هتاخد القرار، وبالتالي ما نقولش بقى بياخدوا فلوس عشان يقفلوا. لا، ابتدى ناس كتير ده شيء عادي مش عاطفي خالص. المصاريف الدراسيه بتطلع بقرار وزاري من يوم ما انا اتولدت، مش حاجه جديده. بنتكلم على مصاريف الحكومه، انا مش فاهم ليه بنعملها حاجه جديده. اي الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مداخلة وزير التربية والتعليم بالكامل مع عمرو أديب، واللي اتكلم فيها عن تأجيل الدراسة والامتحانات وعدد أيام الحضور. نلخص اللي هو جاله، وبرضه عايزك تقول لي رأيك في نهاية الفيديو، بعد ما تسمع نهاية الفيديو تقول لي رأيك، هل أنت شايف إن الموضوع ده هل هيبقى صحيح ولا لا؟ طيب، رقم واحد اللي اتكلم عنها وزير التربية والتعليم قال إن الحضور هيكون الأسبوع كله، بالرغم ان قال كلمة في النص مهمة، وقال ان المدارس الدولية والمدارس الخاصة ابتدت تلمح للطلاب بتاعتها ان هم بعد دفع المصاريف في حالات ابتدت تظهر كورونا في المدارس دي، وبالتالي هيتم اونلاين. يعني المدارس الخاصة والمدارس الدولية هيتم اونلاين خلال، طبعا انتوا عارفين المدارس الخاصة والمدارس الدولية بدأت من فترة طويلة، يعني بدأت من اسبوعين في الدراسة، فهم بيلمحوا بعد ما خدوا المصاريف ان هيتم الدراسة في البيت. وهل هيتم الكلام ده في الحكومي ولا لا؟ ولو ظهرت حالات هيبقى الوضع. كان رد وزير التربية والتعليم قال ده قرار دولي، في حين ان وزارة الصحة حاليا ووزارة الازمات اللي هي لجنة الازمات ومستشار وزير التربية، مستشار الرئيس الصحي، وكمان البرلمان كلهم بيطالبوا بتأجيل الدراسة. يعني كل ده حاليا بيطالب بتأجيل الدراسة نظرا لظروف فيروس كورونا وموجة كورونا، في خاصة ان وزيرة الصحة اعلنت قالت ان الزيادات رهيبة في الفترة القادمة. فهل ده ينطبق على قرار وزير التربية والتعليم؟ كمان بالنسبة لنظام الامتحانات، هل لو حصل ظروف كورونا هل هيتم النظام من السنة اللي فاتت ولا لا؟ النقطة الأخيرة اللي أكد عليها وزارة التربية والتعليم إن الحضور هيكون نظامي، يعني الأسبوع كله، لأن ده السؤال اللي داير في الفترة الأخيرة. الحضور هيكون نظامي يا جماعة الأسبوع كله، بس بإجراءات احترازية. ووضح وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية اللي هي لبس الكمامة، كمان بعيداً عن لبس الكمامة كمان هيبقى فيه قياس درجة الحرارة لكل الطلاب اللي داخلين. طبعاً هل أنت تتفق أن العام الدراسي هيتكمل في ظل موجة كورونا الرابعة ولا فترة، وزي ما احنا متابعين وزي كل الآراء بتقول ان هم اسبوعين ثلاثة بس هيلموا المصروفات وبعدين هيتيحوا للطالب ان هو اختياري هل هيحضر ولا لا؟ اتمنى انت تكتب لي رأيك في الكومنتس تحت عشان نشوف آراء كل الطلاب والطلبات. بالتوفيق يا رب، ويكون عام نظامي دراسي ممتع ومفيد لكل الطلاب والطلبات.